بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير، أنتم والأهل والأحباب ديالكم يا رب. كنتمنى من الله تكونوا في صحة جيدة بإذن الله السميع العليم. تحية لوليدات سيدي بوجيدة فين ما كانوا، ناس محطة ديال الديس، تحياتي لكم الاخوان. معنا النهار هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي هو موضوع صراحه موضوع مهم، وكثرت فيه بزاف ديال الامور في هذه الايامات هذه مؤخرا، ولاو فيه بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال العراقيل، وكيجيونا بزاف ديال الاسئله من الدراري اخوان. بزاف كاين اللي باغي يبيع، كاين اللي باغي يشري، وديما كيلقى هذا العائق هذا. لهذا اخوان بغيت نوضح واحد النقاط في هذا الموضوع هذا. بالنسبه لك اخويا، بغيتي تشري او تبيع موتور بالروسي مازال ما خرجالوش البلاكا، يعني موتور يلاه كتكون يلاه عنده واحد ورقه ديال واحد الوصل اللي هو وصل او روسي ولا باش كيسميه، اللي هو المده ديال الصلاحيه ديالو كتكون فيه 60 يوم، وكتكون مكتوبه فيه غير صالح للبيع، يعني حتى تخرج البلاكة الأصلية سند الملكية الأصلي وتخرج البلاكة تعلقها في الموتور عادي يمكن لك تبيع، يعني بطريقة قانونية. بغير هكاك راه ما بقى صالح للبيع أبدا، وما بقى صالح لا اللي كنت للكبائع تبيع به ولا للشاري يشري به، ما خدامش. يعني بحالاش ما خدامش؟ يعني انت كشاري غادي تمشي تشري خويا هذاك الموتور بهذاك الوصل، شنو غادي دير؟ غادي تمشي عند كاتب عمومي، كدير واحد الورقه، فلان كيبيع فلان، فلان كيلتزم انه خدا هاد الدراجه هو المسؤول عليها ابتداء من تاريخ النهار اللي شريتي فيه وكذا، وهادي كتبقى غادي هذاك المساله هكاك. كاتب عمومي كيكتب، هذاك الكاتب كيكتب، كتمشي للدائره كتقال لي جيب هذيك الورقه بانك صافي خديتي هذاك الموتور. اي يا سيدي، من بعد اخويا كتمشي عند راسيرونس، كاين اللي مابقاش كيقطعو راسيرونس، ما يبقاوش يقطعولك. انا خويا انت لقيتي المشكل الاول هو ان راسيرونس ما غاديش تقطعلك، ماشي كلهم، وانما كاين بعض الوكالات ما غاديش يقطعولك، كاين بعض الشركات ما يقطعوكش الا ما كانش الوصل هذاك التوصيل في السميه ديالك، هذاك الروسي في السميه ديالك، راه ما غاديش يقطعوك. مثلا الا جبتي لهم ورقه ديال السوق وشاري بها والمسائل راه ما غاديش يقطعوك، الا جبتي لهم وكاله راه ما غاديش يقطعوك. خصك تكون اما سند الملكيه في الاسم ديالك، او لا هذاك الوصل في الاسم ديالك، الا ما كانوش هادو راه ما غاديش يقطعوك. هذه وحده، هذه نقطه خدها من هذا المشكل الاول للشاري، يعني اخويا ها المشكل دراسيرونس. من بعد نفترض كاع قطعتي راسيرونس شي بلاصه، غادي تمشي غادي انت كترولي في امان الله، وحده غيوقفوا عليك رجال دارك ولا رجال الامن ولا هذيك، غادي تكون في المراقبه، ما غاديش يلقاو هذاك الوصل منطابق مع الاسم الشخصي ديالك، غادي يلقاو هذيك الوكاله، راه غادي يديو لك هذاك الموتور اخويا الفوريان حتى يخرج هذيك البلاكه، عادي يمكن لك تاخده، ولا يجي هو المول الموتور اللي سميتو الموتور هو اللي يخرجه من الفوريان. هذه النقطه الثانيه اللي هي سلبيه، يعني ها انت غتلقى هذاك مول الموتور الا ما كنتيش كتعرفو، راه كتلقى مشكل باش تخرج الموتور، خصك تخرج لك ورقه ديال الاصليه سند الملكيه الاصلي. بهادي باش من الانسان يتجنب يشري في السوق في الايامات هادي، حتى يشوفوا الحل هاد الشيء هذا، حيت راه الشيء ولا بزاف، يعني هاد الامر هذا راه تمادى بزاف، يعني البلاكه كاين اللي ما بقاش كتخرج كاع واحد الفتره طويله. ماليناش بالنسبه خويا، انت كشاري انت شريتي صافي، غادي في امان الله وحفظه هاد الموتور. الا كنت غادي تشريه، شوف اول حاجه شري من عند صديق ديالك، من عند اخ ديالك، من عند جارك، يعني اللي غادي يثق فيك يخلي لك هذاك الموتور في كل شيء بالسميه ديالو، وترولي به عادي باش ما تلقى حتى شي مشكل لا مع امن ولا مع راسيرونس ولا مع حتى شي حاجه، وانت تلتزم بحال دابا دير انت ويا واحد باش تضمن لكل واحد الحق ديالو، يعني عطيتي واحد المبلغ الفلوس تمشي ودير واحد الورقة عند كاتب عمومي، ديرها داك الوكالة ديرها وقاليزيها ويقاليزي معاك وخليها في جيبك، ولكن هذاك الورق يبقاو في سميتو، في سميتو هو كاملين، يتبقى ترولي بالموتور هذا في حال تكون شي كتعرفو، يعني يكون صديق جار، هادي تكون يكون الثقة بيناتكم بهذا المصطلح هذا، يعني تكون تايق فيه ويثق فيك. اما الا ما كنتيش غتثق فيه ويثق فيك وتشري بهذه الطريقه هذه، راه غير المشاكل اللي غادي تطيح فيهم، هذوما المشاكل اللي غادي تطيح فيهم.
يعني غادي تطيح في واحد غيتعامل معاك، جوج غيتعاملوا معاك، ثلاثة غيتعاملوا معاك، غيراعيوا لهاد المسألة هادي، ولكن راه غادي واحد النهار غادي تطيح في واحد المراقبة ولا واحد البراج اللي ما غاديش يعقل عليك، غيديك الموتور الفوريان فاش تنوض الحملة عاوتاني، غيديك الموتور الفوريان كون على بال. وفوق هادشي كامل اخويا حاول ما امكن قبل ما تشري، شوف حاول داك الموتور تقلبو مزيان، تقلب النويمرات ديالو، تشوف هذاك السيد علاش كيف ما كنعرفو دابا بزاف كيشري موتور شهر ولا 15 يوم، وكيجي كيقول لك باغي يبيعو، كيحطو مثلا في فيسبوك ولا في السوق ولا هادي ولا هادي، وانت كتمشي على نيتك على اساس الموتور راه باقي جديد. واخا الموتور باقي جديد، ولكن شنو السبب اللي خلاني انا نبيع موتور عاد شريتو مثلا شهر وغنولي نبيعو؟ كاين اللي كيجي كيقول لك لا اخويا حقا جاتني واحد الخدمه وما غنستعملش الموتور وغادي نمشي نسافر بعيد، كاين اللي كيقول لك غنسافر مثلا، كاين اللي كيقول لك غنبدل غنشري طوموبيل كلها، وكيفاش كيخرج؟ لا خويا راه كاين ناس كتشري مواتر حاليا ما كتشري ماركات ما خداميش، بهاد كاين كيشريو ماركات في السوق ما خداميش ما صالحينش، وكيشريهم كيلقاو فيهم مشاكل كيوليو بيهم، كينقص في واحد 1000 درهم ولا واحد 500 درهم ولا واحد 1500 درهم، وانت كتكون محتاج موتور وكتلقى داك الثمن هذاك وكتقول موتور جديد وكتمشي تاخده، ولكن راه فيه مشاكل. لهذا الانسان يحاول ما امكن يقلب على ماركه مزيانه في السوق، ثمن مزيان وناس معقوله، والموتور ما يكونش ضارب، يكون ضارب اكثر من شهر. يعني الا كان ضارب شهر وبقيتي باغي يبيعو الا راه كاين فيه واحد المشكل، الا راه فيه واحد المشكل، رد بالك من هاد النقط هاد بالنسبه هذا هادو المشاكل اللي غيطيح فيهم الشاري. بالنسبه خويا انت البائع اللي غادي تبيع موتورك بوكاله ولا بورقه السوق ولا هادي، راه تقدر اخويا تنعكس عليك هذيك المسؤوليه ديال داك الموتور، تقدر تبيعو الشفار، تقدر تبيعو النصاب، تقدر تبيعو شي واحد اللي هو خارج على القانون ويدير به اي جريمه، يدير به اي جريمه، وفاش يطيح هذاك الموتور راه غادي يطيح في سميسك. انت النهار اللي غادي يضربوا هذاك الموتور في السيستيم ولا هذيك غادي يلقاوه في سميسك. لهذا رد بالك من هذه القضيه هذه، حاول ما امكن لا تبيع، حاول شوف الناس معقولين تبيع وتشري معاهم. الا كنتي غتبيع مع الناس اللي هما خارجين على القانون، راه ربما انا كنقول لك ربما الموتور يمشيو يسرقوا به، ربما يديروا به جرائم كثيره، ربما يهزوا به ممنوعات مخدرات، بزاف ديال المسائل. وفاش يطيح الموتور راه غادي يطيح بسميسك انت، ولا بغاو يجروك ثق بيا راه غادي يجروك، وما غاديش غادي تعذب بزاف غير في البحث غادي تعذب. ان شاء الله السلامه والعافيه للجميع. بالنسبه للبلاكا، البلاكا دابا حاليا في هاد الظرفيه هادي راه ولات كتاخد اكثر من القياس ديالها، كتاخد 8 شهور 6 شهور 9 شهور، كاين اللي عام كاع. كاين المواتر حاليا كيروليو غير بروسي، ما عندهمش البلاكه، ما تخرجهمش اصلا البلاكه. هاد المواتر هادو ردو منهم الباب بزاف الدراري. كاينين لي مارك معروفين في السوق راه واقفه لهم البلاكه في السيستيم، وداك الناس اللي الله يهديهم في لا فيزيت كيصوب واحد الروسي لعباد الله ب 1000 درهم وب 800 درهم باش يبيعوا به الموتور، الله يهديهم على نفسهم، نسال الله السلامه والعافيه. يعني راه كاين حاليا كاين البلايك ما خارجينش المواتر ديالهم كتر كتر. انا كنعرف واحد موتور دوز عنده تقريبا عام ونص وما خرجتلوش البلاكه، النهار اللي عرف راسو انه داك الموتور راه ما تخرجوش البلاكه مشى باعو ب 5000 درهم، ماركه معروفه غاسيلا، ديك راه معروفه في السوق. ولهذا نكتفي بهذا القدر اخوان، والله يسر لنا ولكم اللي فيها الخير، ونتمنى من الله عز وجل ينال الفيديو الاعجاب ديالكم، وكون وصلت واحد الرساله اللي هي خفيفه ظريفه، ما نكونوش ثقال على قلوبكم. ولاول مره يسمع هذا الاسم ما يبخلش علينا بالاشتراك ديالو معنا في القناه، والله يوفقنا ويوفقكم اللي فيه الخير، والسلام عليكم ورحمه الله.